الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم ربي لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع مقدمة رقم 6 إلى بحوث عمليات برمجة خطية جزء 2 للطريقة المفردة Simplex Method. يعني إن شاء الله هذا هو المقطع رقم 6، لكن هو الجزء الثاني من الطريقة المفردة Simplex Method، والذي سأبين فيه سأستخدم فيه مثال كامل وأبين فيه كيف نصل إلى الحل الأمثل. وعلى بركة الله نبدأ، أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا حيثما كنتم. دعنا نعيد ذكر خطوات حل مسألة بالطريقة المفردة. هذه الخطوات التي ذكرتها في المقطع رقم 5 السابق: أولا التأكد من أن المسألة تحت الدراسة هي مسألة تعظيم، تعظيم maximization وليس تقليل. إذا كانت مسألة تقليل فلا بد من تحويلها إلى مسألة تعظيم، هذا أول شرط وأول خطوة. الخطوة الثانية التأكد من أن كل القيود الخطية بصيغة أقل من أو تساوي less than or equal to، وليس بصيغة أكبر من أو تساوي greater than or equal to، وأن تكون الكميات كلها غير سالبة. سأبين ذلك بالمثال القادم إن شاء الله، هلا المثال في المقطع هذا، لكن سأضرب مثالا كاملا. فإذا قيود خطية يجب أن تكون بصيغة أقل من أو تساوي وليس أكبر من أو تساوي، وبينا كيف نحول أكبر من أو تساوي إلى صيغة أقل من أو تساوي، وإذا كانت الآن مسألة تقليل كيف نحول إلى مسألة تعظيم. خطوة ثالثة تحويل صيغة الدالة للهدف والقيود معها إلى صيغة معيارية، من الصيغة العامة إلى الصيغة المعيارية نسميها the standard form. رابعا وخامسا البحث عن القيم المثلى وتحديدها the optimal values، يجب أن نبحث عنها ونحددها. نتابع على بركة الله. قدمت للتذكير فقط لا غير في المقطع السابق تحت عنوان مقدمة 5 إلى بحوث عمليات برامج خطية الجزء 1 الطريقة المفردة Simplex Method مع بعض المصطلحات والمبادئ الضرورية في حل مسألة البرمجة الخطية التي يكون فيها عدد متغيرات القرار The Decision Variables. هون يجب أن يكون أكثر من 2. إذا 2 يمكن لنا أن نحل المسألة بالطريقة البيانية، بالطريقة الجبرية العادية، ليس هناك مشكلة. أما إذا كانت 3 فما فوق يصب علينا تخيلها بالطريقة البيانية، وربما تكون صعبة بالطريقة الجبرية. ولهذا السبب يعني لجأ العلماء إلى استخدام Simplex Method، طوروها لأنها من أنجع الطرق في الوصول إلى Optimal Values أو الحل الأمثل. وبينا في المقطع رقم 5 كيف نبني جدولا للقيم لقيم المعاملات Simplex Tableau أو Simplex Table بالإنجليزي، Simplex Tableau بالفرنسي، بطريقة تفضي إلى الحل الأمثل للنموذج الخطي، وكيف ندخل ما يسمى المتغيرات الراكدة. هذه Select Variables سأبين كيف ندخلها، وبينا كذلك الأمر معنى Select Variables قصدنا بها في ذلك المقطع اللي هو رقم 5 المقدمة رقم 5، أنه هناك بعض المتغيرات لم يتم استخدامها. الآن هذا المثال لنفترض بأن لدينا الدالة الآتية. أرجو الانتباه والتركيز على هذه الخطوة. هذه الدالة Z تساوي 6X زائد 4Y زائد 10W. هاي ما نسميها احنا The Objective Function أو الدالة الهدف. المراد الآن تعظيمها خضوعا للقيود التالية: Subject to خضوعا لي، القيد الأول 2X زائد 4Y زائد 2W يجب أن تكون أقل من أو تساوي 862، القيد الثاني 6X زائد 4W يجب أن تكون أقل من أو تساوي 922، والقيد الثالث 2X زائد 8Y أقل من أو تساوي 842، وكل القيود يجب أن تكون قيمها هذه X, Y, W وهكذا يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفرا. هذه نسميها Non-Negative. الآن إعادة فقط، هنا Z هي المراد تعظيم هذه الدالة، دالة الهدف Objective Function، Subject to خضوعا للقيود الآتية Linear Constraint، هذا القيد الأول، هذا القيد الثاني، القيد الثالث، وهذا من قبل تحصيل حاصل يجب أن تكون القيم كلياتها أكبر من أو تساوي صفرا. الآن هاي نسميها الصيغة العامة للدالة مع القيود. نحتاج أول خطوة أن نحولها إلى الصيغة المعيارية، هذه الصيغة المعيارية. إذن الخطوة الأولى تحويل من الصيغة العامة إلى الصيغة المعيارية، وقيلها الصيغة المعيارية Standard Form، وإدخال المتغيرات الراكدة. فتصبح الآن الدالة الهدف، لأن هناك 3 متغيرات
غير أساسية نسميها non basic variable، ندخل عليها basic variables اللي هي المتغيرات الراكدة، فتصبح الآن maximization of ماذا z تساوي 6x زائد 4y زائد 10w زائد 0 في S1 زائد 0 في S2 زائد 0 في S3. هذا شو المقصود بالصفر هنا؟ بلغة الطريقة المفردة أو in the language of simplex method، معامل المتغير هذا غير الأساسي نطلق عليه تسمية كلفة cost، the cost of X كلفة X تساوي 6، كلفة Y تساوي 4، كلفة W تساوي 10، كلفة S1 0، كلفة S2 تساوي 0، كلفة S3 تساوي 0. إذن هذه عبارة عن فقط يعني لغة معيارية نحتاجها. نحول الآن القيد الأول إلى مساواة الآن، وندخل إله المتغير الراكد الأول. إذن يصبح الآن 2X زائد 4Y زائد 2W زائد S1 اللي هو تساوي 862. لاحظوا لي هذا الآن 6X زائد 4W، 6X زائد 4W زائد المتغير الراكد الثاني S2 تساوي 922، والقيد الأخير 2X زائد 8Y زائد المتغير الراكد S3 تساوي 842، وكل القيود الآن X Y W S1 S2 S3 أكبر من أو تساوي صفر. هذه مهمة جدا. لاحظوا الآن الأسهم هنا، هذه الدالة من الصيغة العامة إلى الصيغة المعيارية، لاحظوا لي هنا، والقيد الأول من الصيغة المعيارية أصبح بالصيغة المعيارية هكذا، والقيد الثاني من الصيغة العامة إلى الصيغة المعيارية أصبح هكذا، والقيد الثالث والأخير الآن أصبح من هذه الصيغة العامة إلى القيد الصيغة المعيارية هكذا، وهذه القيود الآن اللي هي non negative غير سالبي، هنا أضفنا إلى هذه المتغيرات الراكدة S1 S2 S3 يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفرا. نتابع على بركة الله. الخطوة الثانية إنشاء جدول الطريقة المفردة simplex tableau أو ما يسمى جدول القيم. هذا الآن من هنا أتينا بهذه يعني القيم التي سأبينها بالجدول، هذه أعدنا فقط يعني أرجع هنا بعد إذنكم، هذه الآن الصيغة المعيارية أعدنا كتابتها هنا بهذه الصيغة هنا، وهذا الجدول. الآن الجدول يجب أن ننتبه عليه لأنه هو الآن يعني حل يكمن في الانتباه لما نقوم به داخل الجدول. هنا الآن بيتا هون البيسك فاريبل، بي اختصار لبيسك، بيسك فاريبل. ما هي البيسك فاريبل؟ بسميها المتغيرات الأساسية. وعندي هنا the cost of يعني كلفة البيسك فاريبل اللي هي كلفة المتغير الأساسي، وهنا الآن ما يسمى قيمة القيد، هذا القيد قيمته. فالآن وهنا الآن ما نقوم به بالعمليات، قيمة زي هذه بالعمليات التي تسريها حسابيا بإذن الله. نتابع هنا الآن X هذا المتغير، هنا X Y W، هنا X هنا Y هنا W هنا S1 S2 S3. لاحظوا لي من هون جبناها الآن X Z طبعا أوكي، كان X Y W S1 S2 S3 أتت في هذا الصف أوكي. والآن S1 هنا لاحظوا البيسك فاريبلز S1 هنا S2 هنا S3، والآن CJ هذه الآن كلفة كل the cost of هاي يعني cost of cost لمين؟ لـ X وY وW وS1 S2 S3. ما هي الآن كلفة؟ 6، هذه 6 أصبحت هنا، والأربعة أصبحت هنا، والعشرة هذه أصبحت هنا، إصفار الآن صفر هنا صفر هنا صفر هنا، لاحظوا الإصفار صفار. نأتي الآن على XP هذه الآن. قبل ذلك الآن ربما نحتاج إلى تحديد كلفة S1 اللي هو بينا هون بأنه صفر، فإذا كلفة S1 صفر، S2 كلفته صفر، S3 كلفته صفر. نيجي الآن على القيود، هذا 2 أصبحت هنا، الأربعة أصبحت هنا، 2 أصبحت هنا، طبعا هنا موجود في S1 لذلك أخذ قيمة 1، ولأنه غير موجود S2 S3 بالقيد الأول إذا أخذ 0 و0. ما هي قيمة القيد الأول؟ 862 نضع هنا الآن 862. نأتي الآن على القيد الثاني، لاحظوا لي 6 4 وهكذا،
فالست أتت هنا. هنا ليس لا يوجد في القيد الثاني y فأخذت القيمة صفر، لكن يوجد w أخذت القيمة 4، هنا 4 مقابل 4. s2 موجودة في، ليس هناك s1 في القيد الثاني فأخذت القيمة صفر، s2 موجودة أخذت القيمة 1، s3 غير موجودة أخذت القيمة صفر. ما هي قيمة القيد الثاني؟ 922، نضعها هنا الآن 922. آخر شيء الآن في القيود اللي هي القيد الثالث 2x، فإذا أول قيمة 2 أتت هنا، هاي القيمة 2. 8y، إذا 8 أتت هنا، هاي 8. هنا ليس هناك w في القيد الثالث الأخير، إذا يأخذ صفر. لا يوجد s1 أخذ صفر، لا يوجد s2 أخذ صفر، s3 موجودة أخذت رقم 1. وما هي قيمة آخر قيد اللي هو 842؟ فنضعها إلى هنا 842. قبل أن نكمل الآن نحتاج إلى ملء هذه الفراغات. ما هي الآن هذه الفراغات؟ لاحظوا لي، سأبينها بدقة إن شاء الله من خلال عمليات ضرب. الآن زي جي ناقص سي جي تساوي سي بي، هاي الكلفة هنا سي بي مضروب في اكس جي، هذه اكس جي، هاي اكس جي الأولى الثانية الثالثة، أوكي، ناقص مطروح منها سي جي هذه الكلفة. فإذا لاحظوا لي الآن، صفر في اثنين، هاي صفر في اثنين، هاي صفر في اثنين، زائد صفر في ستة، هنا صفر في ستة، زائد صفر في اثنين، زائد صفر في اثنين، سالب الآن لأنه مطروح منها سي جي، سالب ستة تساوي ستة. إذا هنا الآن لاحظوا لي هذا أخذ القيمة السالبة، لكن كيف نحسبه الآن؟ صفر مضروب باثنين زائد صفر في ستة زائد صفر في اثنين ناقص ستة تساوي ستة. هيو الآن حولناه هنا، لاحظوا لي Z1 ناقص C1 تساوي الكوس of بيت الكوس هذا صفر مضروب في هذه XJ الأولانية مطروح منها CJ هذه الأولى. إذا صفر في اثنين زائد صفر في ستة زائد صفر في اثنين مطروح منها ستة تساوي ستة. الآن هاي الأولانية. الثانية الآن لاحظ لي الآن صفر في أربعة، هذه صفر في أربعة هنا زائد صفر في صفر زائد صفر في ثمانية مطروح منها أربعة تساوي سالب أربعة. والثالثة هنا الثالثة تصبح الآن صفر في صفر، عفوا هنا صفر في اثنين زائد صفر في أربعة زائد صفر في صفر مطروح منها عشرة تساوي سالب عشرة. ونستمر وهكذا اللي هو صفر في واحد زائد صفر في صفر زائد صفر في صفر ناقص صفر يساوي هنا يساوي صفرا. وكذلك الأمر بالنسبة لصفر في صفر هنا صفر في صفر في واحد صفر صفر في صفر مطروح منها صفر اللي هي الثانية تساوي صفرا هنا، وكذلك الأمر آخر واحدة اللي هي تساوي صفرا. إذا الآن استطعنا ملء الجدول بالقيم التي نحتاجها. هذه مهم جدا أن نتعلم كيف الآن حولنا الصيغة العامة إلى صيغة معيارية، واستفدنا من الصيغة المعيارية إلى أن وضعناها بالجدول نسميه simplex tableau. هاي الآن مكونات الجدول the cost of the basic variable، هاي basic variable اللي هي المتغيرات الأساسية S1 S2 S3 اللي هي المتغيرات الراكدة. هنا قيم القيود، لاحظوا لي عندي ثلاثة قيود، هذا القيد الأول الثاني الثالث قيمته وضعناه هنا. المتغيرات غير الأساسية اللي هي مثلا decision variable X Y و W وضعناه هنا وأضفنا إلها ما يسمى المتغيرات الأساسية S1 S2 S3، ثم قمنا بهذه العمليات وهكذا حتى وصلنا للقيم كلها. سنستفيد الآن من هذه القيم في الخطوة القادمة، خطوة رقم ثلاثة إن شاء الله. خطوة الثالثة حساب ما يسمى الحل الأساسي الابتدائي Initial Basic Solution. إذا افترضنا بأن كل واحد من متغيرات القرار يساوي صفر، يعني X تساوي صفر Y تساوي صفر و W تساوي صفر، إذن أكيد بتكون بالحالة هاي Z تساوي صفر لأنه هذا كلفته صفر، هذا صفر، هذا صفر. ما يعني الآن لم نستغل القيود اللي هي من X و W و Y و W بأسوأ بالمعادلة 862، لم نستغل 922، لم نستغل اللي هي القيود 842 هذه لم نستغلها، و
وبالتالي بتكون قيمة الدالة بتساوي صفرا. لكن هذا البيسك سولوشن مش عقلاني، نحتاج إلى أن نعظم زي، ما هي القيم التي يجب أن تأخذها أكس وواي ودبليو حتى تكون زي أعظم ما يمكن، ليست صفرا. نتابع الآن كيف نحصل عليها. لاحظوا الآن، خلينا نقرأها وننتبه لماذا نقولها، لأن هناك بالصف الأخير، لاحظوا الصف الأخير هناك قيما أقل من أو تساوي في صف زي جي ناقص سي جي، هذا الصف زي جي ناقص سي جي هذا هو أقل من صفر، يعني صفر أو أقل منه. لاحظوا لي أقل من صفر معناته سالب، وبالتالي هو عندي سالب هنا سالب هنا سالب هنا صفر أو أقل. أوكي، فبالحالة هاي فإن ذلك يعني بأننا لم نصل، بما أنه هناك في الصف الأخير قيما أقل من أو تساوي صفرا، فيجب أن تكون بالحالة هاي لم نصل إلى الحل الأمثل، ما يعني بأننا لم نصل للقيم المثبة، ومن أجل أن نصل إليها لابد من فحص القيم في صف سي زي جي ناقص سي جي هذا هو، واختيار أقل قيمة سالبة. ما هي أقل قيمة سالبة هنا؟ لاحظوا لي، وهي هنا سالب 10. فعلا أقل قيمة سالبة هنا سالب 10، الواقع في العمود دبليو. هنا المصطلحات لابد أن ننتبه إليها أحبتي، واقع في عمود دبليو وهو ما يسمى في هذه الحالة المتجه الداخل. هنا لاحظوا لي أقل قيمة سالبة أتت في الصف الأخير، وهون عندي وقعت في العمود دبليو. هذا الدبليو بنسميه إحنا المتجه الداخل incoming vector أو العمود المحوري pivot vector. وتكون إحدى القيم في هذا العمود، في هذا العمود لاحظوا 8 أو 0 أو 4، ليست هذه القيمة، عفوا هو 0 أو 4 أو 2، ليست هذه القيمة، لأن هذه القيمة التي بناء عليها ذكرنا بأن هذا هو المحور أو العمود الداخل أو المتجه الداخل. فإحدى القيم يا 0 يا 4 يا 2 بتكون هي البيفت فاليو، القيمة المحورية أو القيمة المفتاحية كي فاليو، وهي القيمة التي نستخدمها للوصول إلى الحل الأمثل. إذن لاحظوا لي هلأ هذا هو العمود، ما هي القيمة التي سنختارها؟ هل هي 0 أم 4 أم 2؟ حتى نصل للحل نقسم الآن الأكس بيتا هذه على كل قيمة لوحدها، هذه على هذه، هذه على هذه، هذه على هذه، تحت عنوان، وطبعا هذا نسميه إحنا المتجه الداخل اللي هو incoming vector. السؤال الآن هو أي قيمة من هذه القيم اللي هي 2 أو 4 أو 0 سنتخذها قيمة محورية؟ تكمن الإجابة في ما نسميه أقل نسبة. الآن هاي النسبة هنا بقسمة 862 على 2، أوكي هاي 862 قسمناها على 2 نحصل على 862 هنا، نقسم على 2 يعني 431 بالحالة هاي. نقسم الآن 922 على 4 حتى نحصل على 922 على 4، وهنا لأنه 862 قسم على 0 فلا يجوز القسم على 0، وضعنا بس فقط الآن على 0، هذا حطيت القوة يعني شطبته الآن، فبنحط لكم أنه لا وجود، فبالتالي نختار من بين القيمتين هذا. ما هي القيمة الأقل هنا؟ نلاحظ أوكي، نجد بأن حاصل قسمة 922 على 4 هي أقل نسبة، ما يعني بأن الأربعة هي ما يسمى القيم المفتاحية أو القيم المحورية التي سنتخذها يعني مفتاحا للحل حتى نصل النهاية. لاحظوا معي أحبتي من أين أتينا بها خطوة خطوة، أوكي؟ فنتابع بإذن الله تعالى. الآن هذا الصف هذا نسميه outgoing اللي هو المتجه الخارج، هذا المتجه الداخل، هذا المتجه الخارج. الآن لأن S1 هذه S1 هذه عفوا S2 هذه هذه S2 أنا بعتذر هذه S2 لأن S1 S2 S3، فنستبدل W هنا نضعها مكان هذه ونضع الكلفة بالحالة هي 10 تذهب إلى هنا، بعد قليل سأبين ذلك إن شاء الله. نتابع الآن المحاولة الأولى، هاي الآن the first iteration للوصول إلى الحل. الآن هذا هنا عدلتها لاحظوا لي S2، فعندي هذه القيم، نقوم الآن بقسمة الصف الذي تقع فيه القيمة المحورية على القيمة المحورية، الصف
الذي تقع فيه القيمة المحورية، هذا الصف كله طبعا من هنا هذا وهذا 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 نقسمه على القيمة المحورية ذاتها، أوكي، التي وقعت ماذا؟ لاحظوا لي هنا، هاي وقعت هنا 10، فكلفتها 10. ما الذي يحدث الآن؟ هذا الآن نقسم كل قيمة هنا 922 على 4، 6 على 4، 0 على 4، 4 على 4 حتى نخرج 1 صحيح، يعني ننتج 1 صحيح، 0 على 4، 1 على 4، 0 على 4. ما الذي يحدث الآن؟ هذه الأربعة القيمة نقسمها هنا الآن، لاحظوا لي هنا العشرة هذه مقابل 10 وقعت، الآن 6 هذه 4 نعيدها، يبقى هذا الصف كما هو، الكلفة بقيت كما هي بالنسبة للزي، 6 4 10 0 0 0 أوكي. هون الآن الكوست اوف بيسك فاريبل، الآن أصبحت البيسك فاريبل والبيتا هنا والأكس بيتا هنا، كيف الآن؟ أكس هنا، واي هنا، دبليو هنا، اس 1 اس 2 اس 3. ما الذي سيكون هنا الآن؟ مهم جدا، اس 1 صفر كلفته، لكن بدل اس 2 وضعنا دبليو لأنه مقابلها الآن هذا المحور، أوكي، وهذا المحور هنا، سمينا قبل قليل بأن هذا الصف الأوتجوينج فيكتور وهذا الإنكمينج فيكتور، فالآن لأنه هذا إنكمينج وهذا أوتجوينج، هذا المتجه الداخل وهذا المتجه الخارج، فنستبدل هذه بهذه، فوضعنا بدل S2 W كلفتها 10، من هنا أتينا بها 10، ونكمل الآن البقية S3 يساوي صفرا. بالنسبة الآن نقوم بالحسابات، لأنه الآن قسمنا هذا كلياته على 4 4 فبنحصل على ما يلي 922 على 4، 6 على 4، 0 على 4، 4 على 4 هنا، 0 على 4 هنا، 1 على 4 هنا، 0 على 4. كيف الآن سنحصل على القيم هنا وهنا؟ يعني 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. نحتاج عفوا 6 هنا، نحتاج إلى حساب يعني الاكس بي هنا، هذه القيمة، هذه القيمة وهذه القيم. لاحظوا الآن اكس بيتا الأولى، هذه الأولى تساوي، إذا ذهبنا إلى هذا الآن لاحظوا لي هنا القيمة، هذه القيمة هاي، وذهبنا إلى الدبليو، لأن الآن الأربعة هي القيمة المفتاحية أتت في عمود الدبليو، فالآن إذا اتخذنا جعلنا من أنه 862 و2 و922 و4 جعلنا منها مصفوفة 2 ب2، وأردنا الآن أن نحلها كما يلي، الآن نضرب هذا الرقم اللي هو 922 و862، 862 ضرب 4 مطروح منه 922 ضرب 2 مقسم على القيمة المحورية بعطيني 401، إذن أول قيمة هي 401. لاحظوا أحبتي الآن ما الذي قمت به، الآن الأكس بيتا هذه كانت ناقصة عندي، هنا كانت ناقصة، من أين أتيت بقيمتها هذه؟ أتينا بهذه القيم، القيمة الأولى هذه التي الأولى والثانية الثالثة والرابعة، دائما هذولا موجودات بكل الحسابات، يعني عندي الأربعة موجود بكل الحسابات، فعندي الآن القيمة الأربعة هي القيمة المحورية، بما أنه استطعنا أن نكون مصفوفة من 862 و2 و922 و4، وأربعة يجب أن تكون دائما في كل الحسابات، فبنضرب هذه القيمة 862 في 4 مطروح منها 922 باثنين، والكل مقسم على أربعة بعطيني بالحالة هاي 401، هذه 401 وضعنا هنا 401. الآن نحتاج إلى أكس ثلاثة، هاي الآن أوكي، هذه الأكس بيتا ثلاثة، لاحظوا لي منين أتت أكس بيتا ثلاثة، هاي الآن عندي يعني دائما وأبدا يجب تكون أربع عامل مشترك من كله، وبالتالي نستطيع أن نكون مصفوفة من 922 842 وأربعة وصفر، لاحظوا لي ما الذي يحدث، إذا ضربنا الآن 822 في أربعة مطروح منها 922 في صفر مقسم كلها على أربعة بعطين 842، إذن هاي 842 هاي القيمة الثانية. الآن من أين سآتي بهذه القيمة الآن؟ لاحظوا الآن هذه القيمة بكل بساطة أكس جي الأولى، هاي أكس جي الأولى هنا،
تساوي 2 برضو كذلك الأمر. يعني الآن لاحظوا لي سويت الآن أو صنعت مصفوفة من هذه القيمة 2 مع 2 6 مع 4 4 يجب أو أكرر يجب أن تكون العامل المشترك بكل الحسابات هنا. فاثنين اثنين ستة في أربعة، إذن اثنين في أربعة ناقص ستة في اثنين مقسم على أربعة، اثنين في أربعة ناقص ستة في اثنين مقسم على أربعة تساوي سالب واحد. إذن الآن وضعت سالب واحد هنا، هذا الآن سالب واحد. نأتي على أكس جي ثلاثة، هاي هنا أكس جي ثلاثة سويت الآن كذلك الأمر مصفوفة من ستة وأربعة اثنين وصفر. لاحظوا لي 2 في 4 ناقص 6 في 0 مقسم على 4 بعطينا 2، إذا وضعنا 2 هنا. نكمل الآن بالنسبة لهذه القيم 1 2 وهكذا 1 2 1 2 1 2 وهكذا. أرجو المتابعة والتدقيق هنا. الآن هنا 0 لأنه عندما قسمنا هذا الصف على نفسه على 4 عفوا قسمنا 922 على 4 6 على 4 هون لاحظوا لي 922 على 4 6 على 4 0 على 4 4 على 4 هنا هذا الصف كله. معنى ذلك انه W اخذت القيمة 0 هنا لانه عندما عظمنا قيمة W فبنعظمها في صف واحد ونفترضها صفار في الاماكن الاخرى، اذا هنا 0 وهنا 0 لاحظوا لي. فالان بقي عندي Y Y هنا Y هنا وS 1S وهكذا. فالآن YJ الأولى هذه تساوي Y، أين وقعت Y هنا؟ لاحظوا لي هذه أحتاج الأولى، نستطيع أن نصنع مصفوفة هنا 4 2 0 4 بنضرب الأربعة في أربعة مطروح منها 0 في 2 مقسم على 4 بيطلع عندي 4، إذا هذه القيمة الأولى 4. YJ الثالثة هنا، هذه الثالثة هنا أوكي؟ لاحظوا لي هذه الآن عندي 0 و 4 8 و0، إذا نضرب الآن 8 في 4 مطروح منها 0 في 0 مقسم على 4 وتساوي 8، إذا هذه القيمة 8. نتابع للبقية بسرعة بعد إذنكم. هذه بتكون 1 قيمتها، هاي سالب نصف، هذه 0 بالنسبة لهذه، هاي 0، هذه الآن 0 وهذه الآن 1 صحيح كما حسبناها. من أين سنأتي الآن بهذه القيم؟ هذه القيم وهي المحورية هنا أساسية. زي الأولى هذه هنا تساوي سي بي سي سي الكوس بيتا هنا، هذه في هذه زائد هذه في هذه زائد هذه في هذه مطروح منها ستة. لاحظوا صفر في سالب واحد زائد عشرة في مضروب في ستة على اثنين زائد صفر في اثنين مطروح منها ستة تعطيني بالأخير هنا هذه القيمة تسعة، إذا من وضعت ستة تسعة عفوا هنا صفر في سالب واحد زائد عشرة مضروب في ستة على أربعة زائد صفر مضروب باثنين مطروح منها ستة بتعطيني تسعة. القيمة الثانية أخرجتها سالب أربعة وعندي هنا صفر، عندي هنا صفر، عندي هنا اثنين ونص كانت، يعني استخدمت الصيغة هذه مع تغيير بس هنا، يعني أول واحدة صفر في سالب واحد صفر عشرة في سالب في ستة على أربعة صفر في اثنين، أما الثانية الآن بالنسبة لواي صفر في أربعة عشرة في صفر ثمانية في صفر في ثمانية مطروح من أربعة بطلع عندي أربعة وهكذا بطلع عندي هكذا. الآن يعني قاربنا على الانتهاء. ما هي الآن بقيت عندي هنا قيم أقل من أو تساوي صفر، هنا صفر وهنا سالب، وبالتالي لم نصل بعد إلى الحل الأمثل، يجب أن تكون إما كلها صفر أو في قيم موجبة. لأنه الآن في عندي قيمة سالبة فيجب الآن أن نذهب إلى المحاولة الثانية وهي المحاولة الأخيرة، هذا صفر طبعا. المحاولة الأخيرة اللي هي الثانية عندي بهذه المسألة، هذه القيمة التي وصلنا إليها قبل قليل. لاحظوا لي الآن أنه بالبحث هنا وجدنا بأن أقل قيمة هي السالب أربعة، وبالتالي لأن هناك قيما أقل من أو تساوي صفرا في زي جي ناقص زي جي فإن ذلك يعني بأننا لم نصل إلى القيم المثلى، ومن أجل نصلها لابد أن نفحص، فوجدنا أنه هي سالب أربعة هي أقل قيمة،
وبالتالي هذا العمود هو الآن العمود الانكومينج متجه، المتجه اللي هو الداخل انكومينج فيكتور، وهذا الذي سيذهب الآن الاوت جوينج فيكتور. وبالتالي لأنه سالب 4 وبالتالي الآن سالب 4 أتت في العمود الذي وقعت فيه واي. أوكي، السؤال ما هي القيمة؟ هل هي هذه أم هذه أم هذه التي سنتخذها قيمة محورية؟ بنلاحظ بعد ما نحصل النسبة الآن، قسمنا الآن 401 على 4، هنا بالخطوة السابقة ذكرتها 401 على 4 فكانت 401 100 وربع، هنا كانت لأنها مقسم على صفر لم نعطيها قيمة، 822 على 8 أعطتني القيمة هاي اللي هي، وبالتالي الآن هاي 401 على 4 أقل من هذه القيمة، هاي أقل بسموها المينيمم ريشيو، وبالتالي 4 أصبحت القيمة المحورية في المحاولة الثانية. فالآن 4 هي القيمة المحورية التي سنتخذها. هنا بذكر الآن أن Y أصبحت هي الانكومينج فيكتور الآن بدل S3 الآن، لا عفوا بدل S1، لأن أتت هنا S1 نعوض عنها بدالها ب Y، وبالتالي الآن Y أتت محل S1 هنا Y. أوكي، لاحظوا هنا Y، ونكمل الآن البقية W هي S3. هذه آخر محاولة طبعا، وسنأتي إن شاء الله إلى الحل. زي جي ناقص سي جي تساوي سي لكوس بيتا زائد مضروبة في اكس جي ناقص سي جي في العمود هذا. الآن هاي أربعة، هنا أتينا من أربعة، هذه كلفة واي وضعناها هنا مكانها، هاي أربعة، ومنقسم كل إشي هنا على أربعة بالحالة هاي كما ذكرنا. الآن هاي عشرة كلفتها عشرة وهاي كلفتها صفر. الآن هنا الآن قسمنا الأربعمية واحد على أربعة أنتجنا مية وربع، وعندي هنا سالب يعني واحد قسمنا على أربعة، قلنا أربعة منقسم كل القيم في هذا الصف على أربعة، فسالب واحد على أربعة، هنا أربعة على أربعة، هنا صفر على أربعة، هنا واحد على أربعة، هنا نصف على أربعة يساوي ثمن، وهنا صفر على أربعة. هنا الآن هذه بواسطة المحددات، الآن بدنا القيمة هذه اكس بيتا في هذه الموقع، اذا هذا الموقع استطيع اني اصنع المحدد هذا يعني المصفوفة المحددة. الآن هذه في هذه مطروح منها هذه في هذه مقسم على أربعة، اذا لاحظوا لي 922 مقسم على أربعة مضروبة في أربعة ومطروح منها 401 مضروبة في صفر، هنا مقسم على أربعة بعطيني بالقيمة هاي. الآن هذه القيمة 230 ونصف. أوكي، آخر قيمة هذه اللي هي اللي هي قيمة S3. لاحظوا لي هنا يعني الملفت إنه القيمة المحورية 4، وبالتالي بنضرب الآن هذه القيمة عندي هنا 842 بأربعة و 401 في 8 منقسم على 4 بطلع عندي 40. من أين أتيت بها الإعادة هنا؟ 842 بأربعة مضروب بطروح منها 401 في 8 مقسم على 4 بطلع عندي 40. إذا حصلت على كل اكس بيتا الآن ما هي قيمة الآن هذه هنا 32؟ لاحظوا لي منين أنا أتيت بها الآن، هنا هذه الأكس كونت لأن الثاني هلأ كونت الآن هذا المحدد المصفوفة هاي 6 على 4 مضروب في 4 في 4 في 4 هنا 6 على 4 مضروب في 4 مطروح منها سالب 1 في 0، وبالتالي 6 في 4 على 4 يساوي 3 2 هنا لأن مقسم على 4، وعندي آخر واحدة هنا لأكس 4 من أين أتيت بها هنا الآن عندي 842 ضرب 4 مضروبة في 401 في 8 عفوا هنا هنا عفوا بعتذر هذه صفر هنا عفوا هذه ضربناها الأولى هذه أرد أعيدها هنا هذه 4 من أين أتيت بالأربعة هذه عندي
أربعة مضروبة في ستة عفوا عندي اثنين في أربعة اثنين في أربعة اثنين في أربعة ثمانية، مطروح منها سالب ثمانية مقسم على أربعة أعطتني الأربعة، هذه الأربعة. ويعني أرجو رجوع الخطوات كلها الآن، القيمة هذه الآن مهم جدا نصلها، هذه 842 مضروبة في أربعة مطروح منها 401 بثمانية مقسم على أربعة أعطتني صفر، كذلك الأمر الآن أعطتني صفر لنفس الخطوات البقية وهكذا، واحد هذا صفر هذا صفر هذا سالب اثنين هذا واحد هذا صفر هذا واحد هذا صفر. الآن هنا أنا الآن يجب أن تكون، حتى ندعي بأن المحاولة الأخيرة يجب أن تكون كلها إما صفار أو أكبر من صفر، إذا كان في أي قيمة سالبة هنا فلا نقبلها أبدا. فما هي القيمة الآن؟ سي اللي هي تساوي الكوست، هنا لاحظوا لي هاي أول واحدة، ومن من يعني فقط يعني سأحسب هذه القيمة فقط وأطبقها على البقية، فهذه تساوي لاحظوا لي الآن أربعة، القيمة المحورية أربعة مضروبة في ربع، هنا هذا الربع عندي هنا قيمة المحورية هذا الربع، وعندي عشرة، هذه العشرة الآن هنا صفر في أربعة زائد عشرة في صفر زائد صفر في ثمانية، طلع عندي شو اسمه أصفار الأولى. الثاني هذه عندي هنا عفوا أربعة أربعة، هذه الكوست أربعة، هذه الكوست مضروبة في الربع هذا صفر أربعة في سالب أربعة، هذه اللي هي أربعة في سالب ربع هنا زائد عشرة في صفر واحد ونص زائد هنا عفوا هذه أربعة في سالب ربع زائد عشرة في واحد ونص، هذه واحد ونص زائد صفر في أربعة مطروح منها ستة يساوي ثمانية، هذه ثمانية. المحاولة الثانية الآن بالنسبة لواي، أربعة في واحد زائد عشرة في صفر زائد صفر في صفر مطروح منها أربعة يساوي صفر، وآخر شيء الآن أربعة في صفر هذه زائد عشرة في واحد زائد صفر في عشرة ناقص عشرة يساوي صفر، والباقي لا يهمني، المهم أنه كلها تطلع عندي موجب أو أكبر من صفر، يعني صفر أو أكبر من صفر، وبالتالي الآن انتهينا من الحل، لأنه كل القيم هنا صفر أو أكبر من صفر. فبتقول لي النظرية الآن أنت وصلت للأوبتيمال فاليو، قيمة Y 100 وربع، قيمة W 230 ونصف، وصفر لأكس لأنه غير موجود هون، لكن في عندي سلاك فاريبل قيمته 40، ما يعني أنه هناك موارد لم نستخدمها، وبالتالي هذا آخر شيء النتيجة النهائية، لأن كل قيمة في الصف الأخير يجي أصبحت أكبر من أو تساوي صفر، فإن ذلك يعني بأن وصلنا القيمة المثلى، أنه Y تساوي 100 وربع و W تساوي 230 وربع، وبالتالي تكون أعظم قيمة للدالة هكذا. هذه عوضنا عن هذه الصفر الآن، 4 في 100 وربع و10 في 230 ونص تساوي 2706، هي أعظم قيمة تصل إلى الدالة. لاحظوا الآن هذه القيم المهمة هنا وأوضحها ثاني مرة، هذه القيم ثاني مرة أوضحها بعد ما نعوض الآن هذه القيم في الكونسترينت في القيود. أوكي، بنلاحظ على أنه وصلنا إلى الحل الأمثل، هذا الحل الأمثل سبحان الله، عندي هنا بعد ما عوضت صفر عن أكس 100 وربع في محل بالمعادلة هنا محل واي، 230 ونص محل دبليو، صفر محل كل أكس ثاني هنا أنه هذا صفر 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 أعطتني 862 بالقيد الأول المهم، هي القيد الثاني القيد الثالث، لاحظوا القيد الثالث في 40 لأنه عندي هون 40 لم نستخدمها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، وإن كان شوي يعني طويل وشاق لكنه مفيد جدا لكم أحبتي، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.